هذه الموازنة فعلا كانت مفاجئة للجميع، لأنه لأول مرة في تاريخ العراق منذ عام 2003 تحديدا لحد الآن تصدر موازنة لثلاث سنوات. وهذه الموازنة طبعا ليست غريبة أو ليست خارجة عن القانون، وإنما يقرها المادة الأربعة فقرة ثانيا من القانون رقم 6 لسنة 2009 قانون إدارة الدولة المالية. ممكن أن يصير هذه الموازنة باعتبارها موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاثة سنوات، والسنة الأولى تكون وجوبية والسنتين الثانيتين الثانية يعني والثالثة ممكن أن تعدل بمقترح من وزيري التخطيط والمالية بعد موافقة مجلس الوزراء والتصويت عليها في البرلمان. لكنه الغريب في هذه الموازنة الآن أنه كانت شمولية فعلا، يعني تناولت كثير من النقاط اللي يعاني منها المواطن واللي كان فعلا يبحث عن أجوبة لأسئلته اللي كانت تدور في ذهنه. الموازنة اللي أول مرة تتحدث عن حالات الفقر، عن التنمية، عن تشغيل القطاع الخاص، وهذا موضوع مهم جدا. وتشغيل القطاع الخاص احنا دائما في كل المحاورات اللقاء عندما نتحاور مع الحكومة أو مع أي جهة معينة من الاقتصادية نقول القطاع الخاص ممكن أن يستوعب العمالة العاطلة اللي موجودة بالوقت الحاضر وبالتالي رفع مستوى الفقر. وفعلا يعني لاحظ أنه هذه الموازنة تناولت حالة الفقر ومحاولة زيادة أكبر عدد ممكن من المشمولين في قوانين الرعاية الاجتماعية، وبالتالي حتى بعض التخصيصات خصصت إلى هؤلاء الناس فقط دون غيرهم. فإذا هي فعلا موازنة استثنائية وخاصة، لكن الغريب بالأمر أنه كان حجمها أكبر من اللازم، يعني 197 تريليون و882 يعني حوالي 198 يعني 200 تريليون دينار، وبها العجز 63 تريليون. هذا العجز طبعا هو العجز هو في كل الأرقام وليس في العجز فقط، في كل أرقام الموازنات هو افتراضي، يعني هي الموازنة هي يعني مجموعة من الأرقام الافتراضية بنتها وزارة التخطيط ووزارة المالية بضوء المعطيات اللي دائما يفترض أنه تقدم إلى مجلس الوزراء وإلى وزارة المالية على حسابات المتوقعة للأشهر القادمة من السنة. ودائما يفترض أنه في شهر آذار ونيسان تقدم هذه المقترحات إلى وزارة المالية لغرض إدخالها في مشروع الموازنة اللي تصدر في دائما في 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12. الغريب أنه هذه الموازنة قلت لك نسبة العجز بها نسبة كبيرة جدا، لكنه إذا نلاحظ سعر برميل النفط اللي حدد فيها وسعر الدولار اللي موجود هذا هذا يعني هو أقل من الحقيقي، وبالتالي ممكن أن يوفر فارق عن السابق.